شوف الحمد لله بالتوفيق تاع الله والشكر قاع يرجع للاعبين الشبان هذوما اللي ادوا مشوار يعني في مرحله العوده هذه يعني مشوار تاع باطل. كملنا مرحله العوده ب 28 نقطه ماهوش سهل. 28 نقطه انا نظن باللي تلعب على الادوار الاولى. الحمد لله كانت عندنا ثقه في هاد الشبان وكانت عندنا ثقه في الفريق ويعني ما نخبيش عليك انا حتى ولو تنقلنا لهنا وعلى بالنا بلي حيكون ضغط كبير شيء عادي يعني الجمهور يساند الفريق تاعه ويلعب على السقوط. والله غير كنت متفائل يعني كنت متفائل بالفوز وكنت متفائل بالنتيجه حتى ولو كنا منهزمين في الشوط الاول كنت متفائل بالرجوع في الشوط الثاني. دي بارادو اليوم ضمن البقاء تاعو نقولوا ربما الحديث في مباراه نادي بارادو شباب الكساوره في بشار الفوز هذاك اسهل كثير من الحبر وشكك في النزاهه تاعكم. شوف 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 والد نريبوندي لك يعني نجاوبك بثلث كلمات. قالوا بارادو جامي ربحت مولوديا ربحنا مولوديا. قالوا بارادو جامي ربحت الثوره في الثوره ربحنا الثوره. قالوا جامي طاحت ايكيب في بلادها طيحنا ايكيب في بلادها. جامي هذه ما تيكزيستيش في قاموس كره القدم وهذا هو الخطاب اللي وجهناه للاعبين. قلنا لهم هذه ابدا ما كاش في قاموس كره القدم. والناس اللي تهضر وتقول باراسيتامول وكذا دوك نجيب لهم فارماسي انا باش يشربوا الدواء كي سلكت بارادو. انا نشوف اليوم انه الكل شاف المباراه والكل كان حاضر والكل شاف التحكيم مجريات اللقاء الكواليس كلكم كنتوا حاضرين. انا خليكم انتم اللي تعلقوا على هذا الشيء انا ما نقدرش نعلق على هو ام الاربعاء يعني يمكن يكون راح ضحيه مؤامرة بعض الفرق ولا هذه. لكن حتى أنا كانت مؤامرة ضدي والمؤامرة عملوها بعض شبه محللين والتواصل الاجتماعي. لأنه سامح لي لأنه لو كانت عندي قاعدة جماهيرية مثل مولودية الجزائر ما يقدروش يهضروا عليا باسكو مولودية قاعدة جماهيرية تاعهم والشعب تاعهم على كل حال نتحيهم. لأنه لما لعبت معاهم كانوا في أزمة ولما شفت هذاك الجمهور حاضر بقوة مي فريمون شابو بصح روح هضر على المولوديه. لو كان تهضر على المولوديه وين تخرج تلقى واحد تاع المولوديه يسبك ولا يهضر معاك. تهضر على بارادو لانه بارادو ما عندهمش قاعده جماهيريه. بارادو سهله بصح بارادو ترد في الميدان. شوف اخي انا شوف فريق نادي بارادو انا جيت في شهر نوفمبر كانوا عنده 8 نقاط. من بعد هذيك اول مقابله لعبتها مع حضرت فيها مع الفريق ضد مولوديه الجزائر وين عملنا 2-2. في مرحله العوده جبت مدرب وطاقم فني جديد وتكلنا على ربي وخدمنا يعني حتى ولو كانت صعبه كثير لانه البطوله تلعب شهر ومن بعد تحبس شهر ونص ومن بعد تزيد تلعب سمانه وتزيد تحبس شهرين يعني كان كسرونا في بعض الوقت. لكن في الايام الاخيره في شهر جويليا هذا وشهر جوان لما يعني لعبنا المباريات انا كنت نددت بالبرمجه ومازالني نددت بالبرمجه. لكن انا الحمد لله انا كنت اتكل على فريقي. الناس كانت تهضر كانوا يقولوا اصحاب بارادو حابين يحبسوا البطوله باش ما يحبطوش وانا كنت نقول لهم انا حنا وني كومبيتيتور حنا نلعبوا حنا ننافسوا ما عندناش مشكل. ما تخلعناش كره القدم ما عندناش مشكل. نعرفوا قيمه اللاعبين تاعنا ونعرفوا قيمه الشبان تاعنا ونعرفوا قيمه التكوين تاعنا والحمد لله اليوم راهم فوق الميدان. وحتى انصار فريق نادي ام الاربعاء يعني خرجوا مستعرفين يعني واحد ما قال لي يعني اي شيء. الكل جاي هنينا وهما مشكورين على الروح الرياضيه تاعهم. طازج حلة جديدة وذوق أروع. جزائر تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.